مدام بيبي، احنا سعداء ان احنا بنشوفك في بيتك الجميل اللي في اتينا. شكرا. البيت الجميل ده كله، العفش اللي احنا شايفينه ده، اللي كان في بيتك في بورسعيد، كل كل ده ده كان في كان في بيتنا. بورسعيد. طب انت بقى يعني اتولدتي في بورسعيد؟ انا مولوده في بورسعيد، مولودة في بورسعيد. وامي مولوده في بورسعيد، وابوها مولوده في بورسعيد. ابويا جاي من دوديكانيز، من كاستيل لوريزو. ايوه. جه سنة كام؟ سنة 1920، 1920 جت في مصر، في بورسعيد. هو كان تاجر، تاجر. تاجر متجوز مع أمي، وعمل 2 بنات، أختي وأنا. أنا رحت في مدرسة جرجية يونانية في بورسعيد، وبعد كده رحت في فاروق يونيفرسيتي في جامعة اسكندرية، دلوقتي بنول في اسكندرية. خلاص هناك، وبعد كده رحت باريس وعملت أطفال. أنت درستي طب؟ أيوة. طب. وبعد كده جيت في بورسعيد، اشتغلت في بورسعيد. اشتغلتي في بورسعيد بقى، اشتغلت في فتحت بورسعيد، عيادة؟ فتحت عيادة، وبعد كده جوزت مع جوزي اللي أيوة. كان مشرف في السويس كانال. أنا كنت في الجامعة الإسكندرية في 1952. نجيب أو جمال عبد الناصر عمل الثورة، وفاروق مشت، وجمال عبد الناصر رجت. واليوم دول عملنا الحرس الوطني، وانا كنت الاولانيه اللي رحت في الحرس الوطني. انت كنت الاولانيه رحت الحرس الوطني؟ الاولانيه، ايوه، طب عشان انا بنحب مصر غير دلوقتي بنحب مصر. احكي لنا ازاي بقى خدوكي في الحرس ازاي هذا الوطني في وانت الوطن جريجيه بقى؟ وانا جريجيه. المصريين كان عاوز يروح، مش كان عاوز يروح. بعد كده انا رحت وشفت واحد استاذ بتاعنا، وقلت له انا نعمل ايه، انا يونانيه، ممكن انا نروح؟ والاستاذ قال طبعا، شوف قلبك حكى لي ايه وعمل. انا طبعا كان بحب كتير مصر، وبنحب لسه مصر، على طول رحت. ورحت واشتغلنا 6 شهور. وبعد كده كان ايه 6 شهور بقى؟ تمرين بقى، تمرين تمرين بقى تمرين، وعملنا كاراتي، وعملنا لبسوكوا شوتينج لبس الاوفرول. اوفرول، ايوه، شفت في العسكري، اللبس في العسكري. وبعد كده عشان كنت الاولانيه في الشوتينج، في كل دول. عملنا كافر جر في الاحرسه، آخر ساعة في الآخر ساعة في غلاف مجلة آخر ساعة. وكان مكتوب تحت المصريات في الحرس الوطني، وكان والمصرية صورتك. كان واحد يونانية، واحد يونانية يعني. بس مصرية، مش كان عندي الحساسية المصرية، بس كنت يونانية بس في القلب كنت مصرية. تمام. كنت مصرية في القلب. عظيم. طيب حضرتك بقى عشت في بورسعيد بقى، عشت في بورسعيد. طيب فترة تأميم قناة السويس، أيوة، كنت فين؟ أنا كنت في باريس. كنت باريس في كنت الدراسة. كنت في باريس الدراسة. في الدراسة في الدراسة. طيب وعمل الخبر التأميم يعني شفتيه ازاي او عشتيه ازاي؟ في الأول خفت، عشان كان كل الفاميليا بتاعنا كان في بورسعيد. بس بعد كده في قلبي كان بيقول جمال عبد الناصر كان عنده حق، أمريكاني سابو، الروشة سابو، مش كان في حد عشان يساعد. وطبعا القناة السويس كان الواحد حاجة اللي كان بيجيب الفلوس، كل التاني الزيارة بالقطن وكل ده، مش كان كتير فلوس. وأنا جوه في قلبي قلت عملت كويس جمال عبد الناصر، عملت ده. حضرتك بعد كده بقى رجعتي من فرنسا، اشتغلتي في الحقيقة، واتجوزتي جوزت المرشد، مرشد فاسيل دي جورجي. هو كان مرشد 5 سنة، 10
15 حضرتك بقى اتجوزتيه بعد سنة 56 طبعا. ايوه انما هو كان في هو 56 كان مرشد في كان مرشد يعني هو من المرشدين اليونانيين اللي ساعدوا المصريين براف في إدارة القناة. براف. كان بيعمل ازاي بقى؟ كان بياخد المركب من بورسعيد لبورسعيد كان بياخد كان في نورمال في نورمال كان بياخد المركب من بورسعيد غير إسماعيلية. بعدين إسماعيلية كان في المرسيدس أو السيتروان بتول كان بيروح في بيته وكان المرشد من الإسماعيلية في سويس وسويس برضو من إسماعيلية. بعد كده في الشهر أو شهرين اللي مش كان في مرشدين بس في 17 يوناني وشوية مصريين غير ما يجي روسيا وغير جديد أبطان بحرية ومصريين غير ما يعلم الشغل كان اثنين شهر مش كان الرجال ده مش كان نام كان نام وكان غاير الهدوم وكله فوف في البابوف وهناك كان عنده قالوا الاول اسمه في الهارت انما هو كان بياخد المركب من فرصة من بورسعيد غير سويس غير سويس على طول وبعده يرجع برضه طيب مش كان وبعد الحرب بعد الحرب وما مش كله الحاجات كان كويس كان زي الاول بورسعيد اسماعيليه اسماعيليه سويس يعني هل خد تكريم من مصر ادته تكريم ادته تكريم ده بتاع بنجامين عبد الناصر ده اللي المدايه كان زي بيقول وده الجريك جوفرمنت ده له برضه الميداليه وجمال عبد الناصر أو شافي كان كلمت في كل دول برافو ودالو congratulations كويس أوي طيب وهو بقى استمر في الإرشاد لغاية سنة كام؟ سنة 66 انتوا جيتوا بقى اليونان جينا اليونان وهنا طبعا مش كان ممكن نلاقي شغل بس في الآخر الآخر سنة بقى قالوا شغل أنا كان أشتغل هنا في الأول كان صعب خصوصا أحنا كان زي الملك في مصر مش كده حضرتك تعرف كان زين وما جينا هنا يعني حاجات أحنا مش كان أنيحة الحمد لله حضرتك بقى ما كنت في العيادة بتاعتك بقى كنت بتعالجي الناس الصغيرة أطفال صغير أطفال بس أطفال أطفال ودام كان في المستشفى الدليفراند مثل السير الكاثوليك وكل يوم الاثنين ويوم الأربعاء كان يجي الولاد ببلاش خصوصا كله من المصريين اللي مش كان في فلوس المسكين بغير فلوس وكان بيجي عندنا واحنا كان بيديله السر كل الميديسنز اللي كان عاوزه وكله كان مبسوطين خالص كويس عشان انا بنحب الشغل بتاعنا اللي شغل اطفال وخصوصا الاطفال المصريين ما اعرفش ليه بقى كان بيخافوا منك بقى ولا لا 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 بالعكس عشان طبعا انا كان في بونبون كان في شوكولاته كان بيدي تعبا تديهم ابر بقى برافو كان بيدي لي الابره عشان اعمل عشان اعمل التطعيم وبعد كده خد الشوكولاته وخد خد بونبون كنت تقولي كده للدكتور اللي كان بيعالجك دي الابره ما كانش بيدي كان زمان مش كان كده طيب بعد كده قال حضرتك بقى ما سبتي مصر 66 رجعتي تاني تزوري مصر؟ طبعا رجعت بعد 20 سنه كان 20 سنة. رجعنا في بورسعيد وكنا كتير كنا يمكن كنا 80 نفر ابوستول 80 نفر وروحنا هناك من اللي كانوا في بورسعيد وروحنا في المحافظه والمحافظ قابلكم قابلنا كنت مزبوط وكان البوليس معانا وروحنا في الكنال انا رحت في العياده فرود عياده والست اللي فتح الباب اما شفنا دول يا دكتوره مش ممكن يا دكتور حضرتك هنا حضرتك هتيجي تشتغل يجد بس عشان نشوفهم ده حاجه حلوه لا 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 وبدي طبعا والربيع حنتور اللي انا كان مش كان في ربيع في الاول
وكان بنمسك كل الساعة ربيع حنتور. ربيع حنتور شافنه دكتورة دكتورة زر ربيع. كان حاجة لا حاجة جميلة. كان جميلة. 20 سنة تتعرف. 20 سنة داي 20 كويس. آه. آه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل الناس. وطبعا احنا في مصر بقى بنفتكر بالخير كل اخواننا اليونانيين وباعتبارها بلدكم الثاني طبعا يعني الوطن الثاني الوطن الثاني. وزي ما قلنا اللي شارب المية النيل مش ممكن ننسى طبعاً مصر طبعاً. واحنا في انتظاركم تيجوا زياره في اي وقت بنرحب بيكم طبعا. شكرا.